السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود، والنهاردة هنتكلم عن ريكودينج فاريابلز أو تكويد المتغيرات، إزاي نكود الداتا عندنا. مبدئيا كده ده الفيديو الثاني في سلسلة داتا بريباريشن أند كليننج، ولو ما كنت سمعت الفيديو الأول بتاع الفلترنج يلا روح اسمعه تعالى دلوقتي. أول حاجة هنعملها إن احنا نسيت الداتا بتاعتنا، هسمي المتغير بتاعي أو الفاريابل بتاعي اللي هحفظ فيه الداتا بتاعتي اسمه ماي داتا، أنا هسميه ماي داتا، أنت ممكن تسميه أي حاجة براحتك، وبعد كده أصلا أحفظه او يعني هي اسم الداتا بتاعتها تبقى ماي داتا، تمام. ويلا نستدعيها ازاي، ريد دوت سي اس في. ليه قلت سي اس في؟ لان هي داتا سي اس في، وبعد كده ما تنساش كوتيشن ماركس، اهو كوتيشن ماركس اهم حاجه. وبعد كده تكتب اسم الداتا عندك اللي هي في الدايركتوري بتاعك، الدايركتوري بتاعي اللي هو الدوكيومنتس، وانا هعلمك ازاي تاني لو انت مش سمعت الفيديو، اهو الديموجرافيكس دوت سي اس في، ويلا نقول ران، تمام. سيب دي دلوقتي خلاص، دي اهو ده الداتا بتاعتي تم استدعائها. لو انت عايز تشوف هتكتب يا اما فيو وبين قوسين اسم الداتا لو اسم المتغير اللي هو ماي داتا، او تضغط على دي، اهو الداتا بتاعتي اهي، العمر، المرتب المتزوج او لا، الانكم بتاعه، الدخل بتاعه، والاديوكيشن التعليم بتاعه، وبعد كده مشتري عربيه، دي السعر العربيه بتاعته والفئه بتاعتها، هل هي اقتصاديه، هل هي غاليه، هل هي رخيصه، هل هي متوسطه السعر. المهم وبعد كده الجندر، هل هو ذكر او انثى، وريتاير، هل هو متقاعد ام لا. دي الداتا بتاعتنا اللي هنشتغل عليها. اديني وريتك الداتا بتاعتي، تعال نشوف ازاي نكود الداتا بتاعتنا. ازاي نكود الداتا بتاعتنا؟ اول حاجه علشان نكود الداتا بتاعتنا هتكتب المتغير، هنعملها في متغير جديد، مش هنكود في نفس العمود، لا هنكوده في عمود جديد. فانت اول حاجه علشان تعمل عمود جديد تكتب اسم الداتا بتاعتك اللي هي ماي داتا، يبقى ماي داتا ده اسم الداتا بتاعتنا اللي هو ده، وبعد كده رمز الدولار، وبعد كده تكتب اسم تسمي المتغير على مزاجك، يعني انت شوف انت عايز تسمي المتغير ايه وتسميه براحتك خالص. مثلا تسميه جندر كات، كات يعني كاتيجوري، انا هسميها جندر كات، انت تسميه براحتك خالص. ليه هحط دي كابتن؟ انا بستخدم حاجه اسمها كامل كيس كده، طريقه للتسميه، انت براحتك تستخدمها او ما تستخدمهاش، لكن انا بحب الطريقه دي في التسميه. بعد كده تفتح الاقواس بتاعتك، مركز في الاقواس دي اللي هو حرف جيم عندك، مش الثانيه، مش كل بريس او سكور بريس، لا النوع دوت من الاقواس. بعد كده تكتب اسم المتغير اللي انت عايز تكوده، بس طبعا في الاول تكتب اسم الداتا، بعد كده دولار ساين ضمان داتا، بعد كده دولار ساين واسم المتغير او الفاريبل اللي انت عايز تكوده. وليكن انا عايز اكود مثلا الجندر، الجندر اللي هو ذكور واناث، ميل وفيميلز، عايز اكودهم بواحد واثنين، يبقى اسم المتغير بتاعي اللي هو الجندر يبقى ماي داتا دولار ساين وجندر، وبعد كده يساوي يساوي، ويكتب له انت عايز تكود ايه وبايه، تكتب له انت عايز تكود ايه وايه. انا عايز اكود الميلز، ما تنساش الكوتشن ماركس الحلوه، الكوتشن ماركس الحلوه لو نسيتها تعمل لك ايرور فظيع، والميل كان اول حرف فيه كابيتال لو كتبته سمول هيعمل لك ايرور افظع، تمام. يبقى انت كده اول حاجه عملتها كتبت اسم المتغير الجديد بتاعك، وبعد كده فتحت اقواسك الحلوه، فتحت اقواسك الحلوه، ثم بعد كده كتبت اسم المتغير الاصل اللي موجود عندنا في الداتا، وعملت دبل ايكوال، تمام. وشفت انت عايز تكود ايه، انا عايز اكود الميل، وبعد كده شوف انت عايز تكوده بايه، هقول له يساوي، وانا مثلا عايز اكوده بواحد. واحد هيسالني ده رقم ليه، انا حطيته بين كوتيشن ماركس، لان احنا هنتعامل بحاجه اسمها فاكتورز، والفاكتورز دي كانها ليفلز، كانها ايه، كانها ليفلز، فانت لو خليته كرقم ممكن يحصل مشكله بعد كده، ويعمل لك الميلز والفيميلز كارقام وليست كمجموعات. يبقى انت يفضل يفضل ان انت تحط الارقام بين كوتيشن ماركس في حاله التكويد، تمام. ولو ما عملتهاش هعلمك ازاي تحوله فاكتور في الفيديوهات القادمه، لا تقلق اطلاقا. فاكتور ديت يعني عباره عن مجموعات في صوره ليفلز، مجموعات في صوره ايه، ليفلز، تمام. يبقى انا هكود الميل ايه بواحد. تعالى بقى بعد كده نكود الفيميل، طبعا انا كسول، انا شخص كسول، فانا هاخدهم كوبي كده كده، تمام. وجندر كاتيك برضو العمود الجديد بتاع اللي هسميه جندر كاتيك وجندر، بس انا هخليها ايه، هخليها فيميل فيميل، وهكود الفيميل بايه، باثنين، تمام. مش انا كسول يعني، فانا ايه، فانا شخص كسول. ايه الحاجه اللي احنا نسيناها؟ يعني احنا نعمل ران ورن، ويلا نشوف الداتا بتاعتنا تاني، اهو اتحول لنا متغير جديد، متغير جديد، الفيميل باثنين والميل بواحد، الميل بواحد. تعال نشوف التركيب بتاع الداتا بتاعتنا، يعني التركيب يعني الاستراكشر، تمام. بتفتح الاقواس بتاعتك وتكتب ماي داتا، التركيب يعني اوريك يعني التركيب دلوقتي، ران بص الاستراكشر بتاع الداتا بتاعتك، اهو جندر كات، جندر كات هو عاملها ككاركتر، الكاركتر يعني ايه، عاملها كحروف، هو الكاركتر تعتبر برضو كاتيجوريكال فاريبلز، ولكن تعامل اكتر كمعامله حروف، فانت ممكن تحولها بكل سهوله، ممكن تحول عمود دوت بكل سهوله لفاكتور، عشان فاكتور افضل عشان ما يتعبناش بعد كده في التحليل. هو يعتبر يعني تبص الكاركتر والفاكتور هما نفس الشيء الاثنين كاتيجوريكال، ولكن خلينا في الايه، خلينا كفاكتور، ازاي نحوله كفاكتور بكل سهوله، هنقوله فاكتور
او اس فاكتور الاثنين صح، فاكتور او اس فاكتور، اس دوت فاكتور الاثنين صح. وبعد كده هتكتبهم عندك اسم الداتا بتاعتك واي داتا والدولار ساين، وطبعا ايه، وطبعا جندر كات. بس في حاجه مهمه نسيناها، ان احنا ايه نحفظها في المتغير بتاعنا الاصلي، نحفظها في المتغير بتاعنا الاصلي اللي هو ايه، اللي هو او ممكن ما تحفظهاش عادي يعني. تعال نشوف كده ونشوف، جرب تمام. حولها لنا لليفلز، تعال نشوف الاستراكشر تاني. اس تي ار، اس تي ار ماي داتا ماي، لا يبقى لازم نحفظها في ايه، في الداتا بتاعتنا العاديه. يبقى تعال نشوف ازاي هنحفظها، زي ما عملت قبل ماي داتا ودولار ساين وكات وفاكتور ران، وتعال نشوف الاستراكشر مره تانية اهو. بص حولها لي لفاكتور. يبقى انت في الاول لازم تحفظها ايه، في الداتا بتاعتك لازم تعمل متغير باسم الداتا الاصليه علشان يحول لك الفاكتور دوت في الداتا الاصليه تمام كده. وبعد كده تشوف الاستراكشر التركيب، هتلاقيها ان هي اتحولت لفاكتور ليفلز. يبقى عندنا تو ليفلز، ليفل 1 وليفل 2، وكده هي كاتيجوريكال جروب ليها ليفلز معينه تمام. يبقى دي فكره بس الايه، الليفلز، علشان ما تعملناش مشكله في التحليل بعد كده. طيب دلوقتي انا علمتك ازاي تعمل التحليل الاحصائي لمجموعات ميل وفي ميل، تعال نشوف ازاي نقسم الجروب طبقا للارقام. يعني ايه طبقا للارقام؟ تعال نشوف الداتا تاني كده. الداتا بتاعتنا هنا مثلا الانكم، الانكم عندك ارقام، انا عايز احول الارقام دي اخليها بدل ما هي ارقام كده، مش يعني اعمل متغير جديد واخليه مثلا لو ليفل وهاي ليفل. وايه رايك برضو نجرب نعمل متغير تاني ونسميه لو ليفل وميديوم ليفل وهاي ليفل وهكذا. انا هعلمك ازاي تعمل الحركه دي. مبدئيا كده هنكتب برضو اسم المتغير الجديد اللي انت عايز تعمله، المتغير اللي انا عايز اعمله طبعا في الداتا بتاعتك ماي داتا ودولار ساين، وتكتب اي اسم انت عايزه. مثلا هسميها ان انكم، انكم كات، كات يعني ايه مجموعه، انكم كات. وبعد كده تفتح الاقواس الحلوه بتاعتك اللي عند حرف الجيم، تفتح الاقواس الحلوه بتاعتك اللي عند حرف الايه، عند حرف الجيم. وبعد كده تكتب اسم الداتا بتاعتك ماي داتا، وبعد كده دولار ساين الحلوه، واسم المتغير بتاعك الاصلي، اسم المتغير بتاعك الاصلي اللي هو الايه، اللي هو الانكم. وبعد كده تشوف انت عايز تقسمه طبقا ليه، شوف انت عايز تقسمه طبقا ليه. انا هقسمه مره اقل من 150 واكتر من 150. ازاي اعملها دي؟ هقول له اقل من عادي خالص 150، حلو، اقل من 150. وهنا هكوده بايه؟ هنا هكوده ب مثلا اكوده ب واحد، اكوده ب واحد، واحد دي امثلها كانها لو، يعني مثلا اكوده بلو، وبعد كده نكودها بواحد بعدين، اكوده بلو. وانا طبعا انت عارف ان انا ايه؟ انا كسول، يعني انت عارف ان انا ايه؟ ان انا كسول. فاكبر من او يساوي 150، اكبر من او يساوي 150، وهنا هعملها ك هاي، حلو. وتعالى نعمل رن الداتا بتاعتنا، رن ورن، وتعالى نشوف الداتا الجديده اهو. عندنا حاجه اسمها انكم كات لو وهاي، اللو اللي هو اقل من 150 والهاي اكبر من 150. طب انا عايز اقسمهم اكتر من مجموعتين، تلات مجموعات، اربع مجموعات، خمس مجموعات، براحتي. ازاي اعمل الحركه دي بكل سهوله؟ تعالى نعمل متغير جديد ماي داتا ودور الساين، واسم متغير براحتك، اكتب اي اسم انت يعجبك. انكم مثلا كات 2، انكم كات 2، وتفتح الاقواس السهله بتاعتك عند حرف الجيم، وماي داتا، واسم المتغير الاصلي بتاعك اللي هو الانكم اهو، تالت اهو. وبعد كده اكتب يا سيدي انا هخليهم مثلا ثلاث مجموعات، اقل من 150 واكبر من، واصلا يعني مثلا هخليهم ثلاث مجموعات، اقل من 150 ومن 150 ل 300 واكتر من 300، ونشوف هيبقى ايه. يبقى اول حاجه هخلي اقل من 150 وده لو، اقل من 150 تمام، وده هيبقى لو، وده هيبقى لو. ما تنساش كوتيشن ماركس حلوه لانها حروف، ما تنساش كوتيشن ماركس حلوه لانها حروف. يبقى اقل من 150. طب انت عارف ان انا ايه؟ انا ايه؟ انا كسول، ناخدهم كوبي. وبعد كده ده اقل من 150، وبعد كده اخليها اكتر من 150، اكتر من 150 و اقل من، بس لا انت لازم تكتبهم في الاول. يبقى ماي داتا برضو، ماي داتا دولار ساين المتغير بتاعك الاصلي، وهنا هنا اكبر من 150 واقل من 300 تمام. ودوت هيسميه، هنسميه ميديوم، حلو.
وبعد كده هنخليها اكتر من 300، اكتر من 300، اكتر من 300، وهسميها هاي. وهسميها ايه؟ هسميها هاي. طيب في ديفكت دلوقتي حصل، ايه الديفكت؟ احنا دلوقتي خدنا اقل من 150 واكبر من 150. الديفكت رقم ال 150 نفسه مش معانا يا باشا، يبقى نعمل ايه؟ شوف انت عايز تخلي 150 تبع الميديوم ولا تبع اللو. لو انت عايز تخلي 150 تبع الميديوم يبقى تقول له اقل، هتقول له مثلا اكبر من او يساوي 150 لو انت عايز تبع الميديوم، تمام؟ و 300 عايز تبع الميديوم ولا تبع الهاي. لو انت عايز تبع الهاي يبقى مثلا تخليها يساوي اكبر من او يساوي هاي. تعال نشوف الكاتيجوري الجديد اللي اسمه انكم كات 2، ونشوف الماي داتا بتاعتنا الحلوه انكم كات 2 لو وميديوم. وتعال نشوف فين الهاي، اهو هاي ماشي كده اهو. ميديوم هتلاقيه 175 الرينج اللي احنا قلناه من 150 ل 300، واللو اقل من 150 والهاي اكتر من 300، تمام؟ يبقى كده الطريقه بتاعتنا. وطبعا بعد كده عندنا فاريبل اسمه ايه؟ اسمه انكم 2 ماي داتا انكم 2. تعال نكوده بالمره، تعال نكوده زي مثلا الميل والفيميل بكل سهوله. هتعمل ازاي؟ هتقول له ماي داتا، هتقول له ماي داتا واسم الفاريبل الجديد اللي انت عايز تكوده، تكوده باي حاجه انت عايزها. مثلا اقول له انكم ونيو، يلا انكم نيو، يعني ايش معنى ده؟ انكم نيو، يلا يا باشا. وبعد كده هتفتح الاقواس الحلوه بتاعتك، هتفتح الاقواس الحلوه بتاعتك. وبعد كده اسم المتغير الاصلي، اسم المتغير الاصلي اللي هو انكم تو، انكم كات تو، انكم كات تو، تمام؟ وبعد كده هتشوف اسمه ايه، يبقى دبل يساوي، دبل يساوي، وهتشوف اسمه ايه. انا عندي مثلا اول واحد اللي هو لو، هتكود اللوب ايه، هتكود اللوب ايه، هكود اللو مثلا بواحد، وانت عارفني ان انا كسول، يبقى كده وكده. وانكم كات 2 عندنا الميديوم وعندنا الهاي، وهنا 2 وهنا 3. تعالى رن رن رن، ابقى عندنا متغير اسمه انكم نيو، انكم نيو 1 2 و 3 اهو، 1 باللو 3 الهاي، وفين الميديوم؟ الميديوم باتنين، تمام؟ يبقى انا علمتك ازاي. طبعا في حاجه مهمه، ما تنساش الحاجه المهمه. ايه الحاجه المهمه؟ حولهم لفاكتورز. ازاي احولهم لفاكتورز؟ زي ما علمتك فوق، ان انت تمسك الكاتيجوري بتاعك. تعالى يلا عشان برضو انا كسول ان انا اكتبهم. تعالى ماي داتا واسم المتغير الجديد بتاعك، او اسم المتغير اللي انت عايز تحوله اللي هو انكم نيو، والفاكتور برضو هتسميه ايه؟ هو هتسميه انكم نيو، هو هو، تمام؟ وكده تحول الفاكتورز عشان يبقوا ليفل. وتعالى نشوف الاستراكشر بتاع الداتا بتاعتنا، اهو انكم نيو باي فاكتور ليفلز، علشان ما يتعبناش بعد كده في الاناليسز ايه يختلف الفاكتور عن الكاركتر. الكاركتر بنعملها اكتر حاجه حروف زي مثلا الاي دي، لكن الفاكتور ليفلز كمجموعات علشان يريحنا بعد كده في التحليل. اتمنى تكون استفدت من الفيديو دوت. ما تنساش تعمل اشتراك، سبسكرايب، شكرا. هو الاشتراك هو السبسكرايب على فكره. يلا سلام.